السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده هيساعدك في كتابة المقالات. هو عبارة عن خدمة بتلخص في ان هي يوفر لك المقالات كتيرة عن الموضوع اللي انت عايزه. لو المقال مش موجود بالموقع حط اكتب بس انت العنوان بتاع المقال ويبدأ ان هو يكتب لك المقال. دي مثلا مقالات معينة. طيب خلينا مثلا نكتب عن تمام ايجيبت. شوف هو بقى يعني انا كاتب كلمه، هو بقى شاف لك بيراميدز اوف جيزه، بدا يشوف لك المواضيع اللي قريبه من المقال اللي انت عايزه. تمام، ممكن تقول له اعمل لي مقال جديد عن القدماء المصريين، او ممكن تقول له انا عايز العماره الاسلاميه. طيب العماره الاسلاميه جاهزه؟ لا، انا عايز بقى اكتب لي ايه عن القدماء المصريين. فهو بيقول لك بقى اكتب عنوان المقاله وهو يبدا يضيفها للموقع. طيب خلينا نشوف مقالة تكون موجودة، بس احنا شفنا ان هو بيبقى فاهم ايه اللي احنا عايزينه. تمام، طيب هقول له اتلي اسلامك اركتكتشر، يبدا بيجيب لك حاجة موثقة وحاجة منظمة بشكل حلو جدا عن العمارة الاسلامية، وفي بعض الاسئلة هي والحاجات دي كلها. فاتمنى الموقع يكون مفيد، واتمنى قريب جدا بقى يعملوا نسخة بالعربية.